مشاهدين. نجم الحوار هذه الليلة شاعر محاور، اتولد وفي فمه ملعقة من تعب، عاش طفولة معذبة وفي شبابه ذاق مرارة الاعتقال. رغم شهرته بيشعر بوحدته، شخصية عفوية تلقائية، مناضل صاحب قضية، يعمل في التلفزيون ولا يشاهده، دائما خارج البيت ويقول للناس خليك بالبيت، مع الإعلامي الشهير زاهي وهبي. احنا عاده يعني السيستم بتاع البرنامج بتاعنا مش اللي هنعمله النهارده، احنا هنكسر القاعده من حب الجمهورك ومشاهدينك، فهنكسر قاعدتنا وهنبتدي بالفيديو وول. اوكي. زاهي مذيع لبق جدا وذهنه حاضر وعنده الكاريزما او الطله، يعني الحضور قدام الكاميرا، وتحس انه محل او مصدر ثقه وانت بتسمع له او انت بتشوفه، يعني الى جانب انه هو بيستضيف كثير من النجوم والنجمات، وبيبقى فيه تليفونات مباشره على الهواء، ما بيحاولش يتدخل لفرض وجهه نظر معينه او خاصه، وانما بيدي الفرصه للضيف انه يدافع عن نفسه او انه يقدم نفسه للاخرين بشكل جيد، وبيقدر يعمل التوازن ما بين المكالمات التليفونيه اللي بتيجي على الهواء وما بين الاجابات الضيف او الضيفه اللي موجود، وبيحاول قد ما يقدر او قدر الامكان انه يبعد او يبتعد عن اي شيء يسيء او اي شيء يجرح الاخر. برنامج شيق جدا، بيهمني وبيقول كلام وبيقول افكار واطروحات انا محتاج ان انا اسمعها. شخصية جميلة جدا ومؤثرة، وعنده ربنا مديله أو حباب شخصية الكاريزما بتاعها أو الانفعال بتاعها أو التفعيل بتاعها مع المشاهد شخصية قوية جدا. يعني الكلام ده طبعا يعني محفزني ان احنا النهاردة نتكلم ونتعرف على الأستاذ زاهي وهبي الإنسان. ريك اتكلمت عن طفولتك وقلت انك اتولدت وفمك ملعقة من تعب، صحيح، وإنك عشت في بيئة محرومة وفقيرة، صحيح. عايزة أعرف يعني إزاي، يعني أنا من قرية في أقصى الجنوب اللبناني، قرية على حدود فلسطين تقريبا، يعني إذا كنت يعني ما زلت فاكر الطفولة الآن، يعني إيه طبعا، أنا يعني قريتي تبعد عن الحدود الفلسطينية حوالي 200 أو 300 متر، ومن يعني وهي المنطقة تمتاز كانت خصوصا في تلك الفترة، يعني في منتصف الستينات وقت ولادتي، انه منطقة محرومة ما فيها، يعني معظم ابناء المنطقة فقراء مثل حالتنا، ما في مسارح، ما في ملاعب كرة، ما في يعني المكان نفسه، المكان نفسه مكان يعني بائس، مكان فقير، ولكن الناس حلوين. نشأت نشأة فقيرة بائسة فيها كثير من الحرمان، ولكن فيها كثير من الحب والحنان والإيمان. ثم أنه كنت أسمع دائما من والدتي دعاء، وأنا يعني خارج من البيت على عتبة الباب تقف والدتي وتقلي الله يوفق كل الناس حتى يوفقك، الله يرزق كل العالم حتى يرزقك. فبالتالي يعني اعتبرت أنه التوفيق والرزق وهذه الأمور تأتي من خلال الجماعة، من خلال الكل إلى الفرد، وليس أنه الله لا يرزق حدا وبس يرزقك، الله لا يوفق، لا، يعني اللي بيريد الخير لنفسه عليه أن يريد الخير لكل الناس من حوله. هذا ما تعلمته منذ طفولتي، والحمد لله بقول أني نشأت بلا عقد من هذه الناحية على الأقل. نواحي الثانية ما بضمنها، ما بعرف، يعني الرأي متروك للآخرين، ولكن من ناحية الفقر لا عقدة لدي أبدا، ما فيش، ما ثبتش أبدا، بالعكس. طيب، في شبابك اعتقلت وعانيت الأسر وكأنك عايش ضد تيار السعادة،
هل ده قواك ولا سبب لك عقدة؟ لا أبدا مش ضد التيار السعادي، أنا قلت لك إنه طفولتي كانت معذبة ولكن كان فيها حب وفيها فرح، والحب ده كان نتيجة سعادة. كنا نحن وأطفال نلعب بالوحلو تحت الشتاء ونلحق الفراشات والطيور، ويعني عشت طفولة مثل كل الأطفال، مثل معظم أطفال هذه الأمة العربية من المحيط إلى الخليج كما يقال. نشأت. ليه رغم شهرتك والتفاف الناس حواليك بتحس بالوحدة؟ لأنه في سببين، السبب الأول أنه لما برجع على البيت بسكر الباب. ليه؟ لما بحط راسي على الوسادة الخالية. هي خالية؟ خالية حتى الآن، فبشعر أنه كل هذا التصفيق مع احترامي، كل الكلام الحلو اللي ممكن يسمعه الإنسان ينتهي. بس أنا مش عايزة أتعدى كلمة الوسادة الخالية. ليه خالية؟ خالية ليس فيها حتى الآن شريك، يعني على الأقل مفتقد الشريك ده طبعا. السبب الثاني اللي هو أن أنا قابلت، يعني تسنالي وأحظيت بشرف أن أحاور كل نجوم الوطن العربي، ومعظمهم في نهاية المشوار، من نور الهدى رحمها الله إلى تحية كاريوكا، إلى لور دكاش، إلى مديحة يسري، هدى سلطان، وعدي يعني جميع تقريبا يعني 500 شخصية من كبار شخصيات الوطن العربي. شعرت بأمر أساسي، أنه كل الشهرة، كل البريق يأتي يوم يذهب. ينتهي، لا يبقى إلا ما صنعه الإنسان على المستوى الشخصي، حقق أسرة، حقق توازن معين أسري عاطفي وجداني، ما بعرف شو هو تماما، هذا اللي بيبقى. مع احترامي لمحبة الناس طبعا، محبة الناس بتشعرني بالاندفاع، بالحماس، بتخليني اتحمل ضغوط المهنة، لأنه مهنتنا بتعرفني متعبة جدا وفيها ستريس وفيها ضغط، فبالتالي محبة الناس مهمة، ولكن على الإنسان أن يفتش عن نفسه في مكان آخر بعيد عن الضوء وبعيد عن الشهرة. امتى بكى زاهي وهبي؟ كثير جدا. كثير. نعم، انا يعني بمشهد بفيلم عربي او فيلم هندي، اذا كان مشهد عاطفي مشهد انساني ببكي، اذا شفت متسول بالطريق خصوصا اذا كان متقدم بالسن ممكن ابكي، اذا شفت اطفال فلسطين كيف عم بيعانوا، اطفال العراق، مشهد من 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 اي قريه فلسطينيه ببكيني، وبكيت وبكيت ببرنامج ست الحبايب اللي قدمته عملت برنامج ست الحبايب سنتين رمضان اللي فات واللي قبله. بكيت قدام كثير من الأمهات اللي شفتهم. أنا بقول إنه كل ابن لازم يهتم بأمه. بما إنه جت سيرة الوالدة، أنت بتتكلم عن والدتك كتير. نعم. بس أنا عمري ما سمعتك بتتكلم عن والدك، ليه؟ يمكن السبب إنه أنا ما عشت الوقت الكافي مع والدي، يعني كان عمري 4 أو 5 سنوات لما هاجر وعاش بأستراليا وراء المحيطات. في تلك الأيام كانت الهجرة، يعني سافر والدي في السبعين، يعني هو في كان مطلع مسافر يعني هجرة، عاش مع أسرته الثانية، كان يعني متزوج سيدة أخرى غير والدتي. ده حصل قبل والدتك ولا بعدها؟ لا، السيدة الأولى هي زوجته اللي بقيت معه، والدتي هي الزوجة الثانية، ولم تكمل مشوار معه، اكتفت بهالإنجاز العظيم اللي تمثل ولا هو اللي اكتفى وما كملش المشوار؟ لا، خيار الانفصال كان من طرف والدتي. لعدم وجود والدي بحياتي فما ترك الأثر اللي عادة بتركه الوالد الموجود، ولكن هذا لا يعني أنه أنا يعني لا أحمل لوالدي الكثير من الحب، الكثير من الحنان، الكثير من الاشتياق، خصوصا أنه والدتي ربتني على حبه. التقيته مرة واحدة لساعات معدودة، ولكن المفارقة اللي بتدهشني بأنه في نفس اليوم اللي أنا خرجت فيه من المعتق وأنا عاقد العزم على السفر إلى أستراليا لكي أعوض بعض ما فاتني من يعني الأبوة ومن ليه اليوم ده بالذات قررت أنك تعوض ما فاتك لأن من الأبوة في السنة اللي بعد الاعتقال؟ لأني شعرت في فترة المعتقل أنه ممكن يحدث أي شيء، كان ممكن استشهد أنا، يعني أنا صدف أني كنت أسير بس كان ممكن يكون شهيد،
وما يتسنى لي اني اشوف والدي واعيش معه. اشتقت له باشتياق؟ طبعا باشتياق. وعرفت فيما بعد انه يوم ما توفى اخر اسم ذكره هو اسمي، وكان عم بيوصي اختي الكبرى انه زاهي زاهي ما عشنا معه ما درنا بالنا عليه. فتصوري انه في نفس اليوم الذي انا خرجت فيه من المعتقل توفى والدي في استراليا. حصل مشكله بسبب مقاله كتبتها اسمها الى فخامة القاتل. الى فخامة القاتل. ليه ما ذكرتش صراحة اسمه؟ ليه قلت الى فخامة القاتل؟ يعني انا كتبت مقال هو في اداني لكل قاتل في كل زمان وفي كل مكان. يعني انت ما كنتش بتقصد بحد معين. اصعب شيء على الكاتب وعلى الشاعر ان يفسر ما الذي قصده او لم يقصده. أنا يعني النص هو يقدم نفسه للناس. أنا شخصيا لم أسمي رئيس الجمهورية ولم أشر إليه لا تلميحا ولا تصريحا، لا باللقب ولا بالاسم ولا بالعنوان، حتى بعنوان إقامته. أنا فخامة الفخامة، أنا اعتبرت أنه هذا القاتل الذي يستطيع أن يقتل رفيق الحريري والرمز الكبير يعني والشهيد الكبير العملاق رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما، ويقتل جورج حاوي وسمير قصير، ويحاول أن يقتل مروان حمادي ولا نعرف عنه شيئا ولا نعرف من هو، اعتبرت أن هذا القاتل هو بلا شك قاتل فخم. وكلمة الفخامة التي تطلق عادة عندنا في لبنان على رئيس الجمهورية ألغي هذا اللقب بقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني عام 1997. أنا لا أعرف لماذا اعتبر الأمر وكأنه موجه إلى الرئيس إيميل لحود. أنا أقول طب هي كانت أنا الآن أنا, إيه أنا أقول أنا زاهي. أقول أنت فاكر كلامها كانت طويلة جدا ما تقدرش تقولها ولا ممكن تتقال؟ لا أنا ممكن أقولها يعني. ما طب يا ريت ممكن نقولها. تكرم عينك. من التالي؟ سؤال بتنا نطرحه على أنفسنا كل لحظة. من منا سوف يودع من؟ من منا سوف يضيء شمعة لمن؟ من منا سوف يزرع وردة على اسم من؟ وراء نعش من سوف نسير غدا؟ أي أم سوف تنزوي في ثياب الحداد؟ أي زوجة سوف يطفح كيل حزنها وأساها؟ أي ابنة سوف تقطف وردة لروح أبيها؟ الأسئلة تدور وآلة القتل تدور، الأرض تهتز من هول الجريمة، والقاتل متشبث بكرسيه الهزاز. الوطن يكاد يمسي جنازة يومية، والقاتل يمشي خلف نعش القتيل يعزي أهله ومحبيه، لكنه لا يذرف دموع التماسيح، إنه يبتسم، فقط يبتسم. كل القتلة يبتسمون، ينهض القاتل من نومه كل صباح ويرتدي ابتسامته كما يرتدي ربطة عنقه. كل المجرمين والسفاحين والقتلة غلفوا جرائمهم بالشعارات، كلهم ادعوا العفة والطهارة، كلهم انتهوا إلى مزابل التاريخ أو أعواد المشانق. كان الجنرال الفاشي هو أيضا فرانكو، كان الجنرال فرانكو طريح فراشه حين تناهى إلى مسامعه هدير الشعب وهو يحيط بالقصر من كل الجهات، فسأل زوجته وهو في سكراته الأخيرة ما هذه الأصوات؟ قالت زوجته الشعب أتى لوداعك. أجابها فرانكو ليش لوين رايح الشعب؟ لم يفهم الجنرال ولن يفهم أن الشعب لا يروح، وأن الذين يروحون بلا أسف عليهم هم القتلة السفلة. فيا فخامة القاتل كفى ارحل، ألا تسمع هدير الشعب الآتي لوداعك. شكرا. أستاذ زاهي، أنت قلت بعد استشهاد الرئيس الحريري إنك يتيم. نعم. ده لوجود علاقة إنسانية بينكم ولا لأنه تبناك إعلاميا وماديا؟ أنا أعتقد أنه بنبله وبسموه كان يشعر كل واحد فينا أنه هو صديقه رغم التفاوت في
الإنجازات، ما عم قول في المقامات وفي المراكز، في الإنجازات، لأنه الرئيس الحريري نهضوي كبير ومصلح كبير يوضع إلى جانب كبار رجالات النهضة العربية، فبالتالي أي علاقة فيه كانت أسمى من علاقة الرعاية المادية أو غير المادية. وأنا شخص أعمل في مؤسسة هي تلفزيون مستقبل، والحمد لله هذه المؤسسة تجعلني في عملي لا أحتاج إلى أي رعاية مادية من قبل أي أحد. ويعني علاقتي بالرئيس الحريري كانت أسمى بكثير من هذه الأمور، ولم يكن فيها أي شكل من أشكال الماديات. أنا أقول هذا الكلام أمام كاميرا التلفزيون، ولكن معنويا نعم كان يمثل لي الرئيس الحريري بمثابة والد. ده اللي عايز أسألك عليه. نعم. يعني ليه قلت إنك بقيت يتيم؟ لأنه كان بمثابة أولا كل اللبنانيين على الإطلاق حين استشهد الرئيس الحريري شعروا أنهم يتامى. كل الشعب اللبناني كان هناك رجال في 90 من العمر في 70 من العمر يقولون أمام الكاميرات تيتمنا، ونساء في جدات يقولنا وراء النعش ويندبنا يعني أين تركتنا يتامى. يعني أنت كان حبيب. قصدك بيتيم أنك بتتكلم باسم الشعب اللبناني ولا بتتكلم باسمك أنت؟ أنا بتكلم كلبناني كأحد كلبناني. أفراد الشعب اللبناني وأتكلم كأحد العاملين في مؤسسات الرئيس الشهيد، وأتكلم أيضا كأحد المقربين منه. يعني تسنى لي، هذه أنا بعتبرها نعمة من نعم الله علي، أتسنى لي أن أكون قريبا من الرئيس الحريري في سنوات على مدى سنوات طويلة، وتعلمت من هذا الرجل الكبير، من هذا الرمز الكبير، تعلمت الكثير 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 الكثير. ولو أردت أن أتحدث عن الرئيس الحريري لربما لزم الأمر ساعات وساعات. شوف شاشتنا. إعلامي مثقف وفاهم، ويعني بيعمل فعلا يعني دراسة قوية جدا عن الفنان اللي بيقابله قبل ما يقابله. شاعر كويس جدا ومذيع جيد، يستطيع أن يقدم النوعية الجيدة، لأن شاعر زاهي وهبة تتوفر فيه الصحفي والشاعر والمذيع والمعد الجيد جدا 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 لبرامجه، وبالتالي لابد أن تكون المحصلة برنامج جيد ومذيع جيد. أنا بدي أشكرك لأنه عم تسمعينا أصوات ناس منحبون وشهادات من كبار. لما أستاذ كبير مثل وجدي الحكيم بيعطي فيه هيك شهادة، فهيدي بالنسبة لي مش كلام هيك بالهوى، يعني هيدي وسام بعلقه على صدري وبعتز فيه. ولما نجمة كبيرة مثل إلهام شاهين اللي هي من أوائل ضيفات خليك بالبيت، يعني من السنوات الأولى كانت ضيفة بخليك بالبيت، كمان هذا الشيء بيسعدني وبفرحني. استاذ زاهي، ايه الحلقه اللي عملتها وكان ليها سبق اعلامي وكانت حديث الناس؟ طبعا صعب اني اختار حلقه واحده من اصل 500، ولكن بذكر لك نور الهدى، تحيه كاريوكا، احمد فؤاد نجم، مريم فخر الدين، معلومه بنت الميداح من موريتانيا، هدى جمال عبد الناصر، كثير كل المناضلين اللي استضفتهم انا بعتبر كان سبق اعلامي، فدوى البرغوتي وسهى بشاره وانور ياسين وامه والدته لانور ياسين، احد كبار المناضلين في لبنان انور ياسين. في كثير بالحقيقه بهالتسع سنوات من عمر البرنامج صعب اني اختار حلقه اثنين ثلاثه ضيف او اثنين او ثلاثه. حلقه الاستاذ وجدي الحكيم كانت حكايه التسع سنوات دي، البرنامج واخد من فتره طويله، يعني بقاله وداخل تقريبا في السنه العاشره. نعم. هل ما شعرتش في لحظه انه ممكن يكون البرنامج يعني يوصل للمشاهد انه للملل، درجه الملل؟ والله شوفي، يعني انا لو كان المشاهد وصل لدرجه الملل بعتقد انا اليوم ما كنت ضيف ببرنامجك. يعني اللي بلاحظه وين ما بسافر بكل الدول العربية، سواء كنت في مصر أو في سوريا أو في السعودية أو في الكويت، في الأردن، في أي مكان، بشعر أنه الناس يعني مهتمين وبيعلقوا، بيعطوني ملاحظاتهم وبيطلبوا مني استضافة شخصيات معينة وهكذا. زائد شغلة تاني، هو شو اللي بخليني أشعر بأنه ما دخل البرنامج بالروتين؟ هو التنوع اللي موجود فيه. يعني لما بكون الضيف، طب هو ليه بقى من بعد ثلاث ساعات بقى ساعتين؟ لأنه طبيعة الصناعة التلفزيونية اليوم
مختلفة عما كانت عليها قبل 10 سنين. ما تنسي أنه التلفزيون إيقاع الحياة وإيقاع التلفزيون تغير، ولكن التنوع اللي موجود بالبرنامج سيدتي أنه إذا هالأسبوع في شاعر، الأسبوع اللي بعده في مطرب، الأسبوع اللي بعده في ممثل، الأسبوع اللي بعده في سياسي، اللي بعده إعلامي، هالأسبوع من السعودية، الأسبوع اللي جاي من تونس، اللي بعده من مصر، اللي بعده من سوريا، لبنان، فلسطين، العراق. هالتنوع من الجنسيات ومن الصفات اللي بيحملوها الضيوف عم بيخليه يكون كأنه كل أسبوع برنامج جديد، كأن كل أسبوع عم بعمل برنامج مختلف عن الأسبوع اللي بعده. طب أستاذ زهي، عايز أسألك سؤال بس بدون زعل. تفضل. أنت برنامجك متهم بأنه مقتبس من أفكار برامج أمريكية. نعم. تعليقك إيه؟ أنا طبعاً أول مرة بسمع الملاحظة أو هالاتهام. بزعلش بس أحب أقول لك أنه أنا بحياتي كلها لم أشاهد التلفزيون الأمريكي، وأصلاً أنا لا أجيد اللغة الإنجليزية لحتى أشاهد البرامج الأمريكية. البرنامج خليك بالبيت ولد من رحم برنامج سابق في تلفزيون مستقبل. كان هناك برنامج اسمه الليل المفتوح، وكان الليل المفتوح في نهاية يعني هيك مجده ابتدأ شوي يتراجع، فطلبت مني إدارة التلفزيون أن أتولى الإشراف على إعادة استنهاض الليل المفتوح. فأتيت ووضعت صيغة للبرنامج، وحين وضعت الصيغة اكتشفت أني نسفت كل الصيغة القديمة وأتيت بصيغة جديدة مختلفة كليا. فعرضتها على الإدارة وقلت لهم ليش ما بنغير الاسم، خلينا نغير الاسم، وهكذا كان. مين الضيف اللي سبب لك مشكلة أو كان صعب في حواره معك؟ يمكن من أصعب الضيوف اللي كانوا صعبين بالحوار الحجة ياسمين الخيام. معقول؟ ايه، لا رغم انه هي كإنسانة خلوقة ودمثي ويعني من خيرة الناس، ولكن المشكلة وين كان الصعوبة؟ انه نحن عم نحاول نفتح الماضي ونستذكر ايام ما كانت تشتغل بالفن وبالطرب لحتى نوصل الى مرحلة الاعتزال والحجاب، المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة، ونشوف يعني ما الذي جعل مطربة بحجم ياسمين الخيام تعتزل الغناء والطرب وترتدي الحجاب. الحاجة ياسمين كانت لا تريد أبدا أن تفتح أي سيرة للمرحلة الفنية بحياتها، وتريد أن تتكلم في المرحلة تتكلم الأخيرة، تتكلم كداعي إسلامي أو كحجة فقط. فأنا قلت لها يا ست ياسمين، يعني لو كان الموضوع فقط الحجاب، طيب في ملايين المحجبات غيرك، بس نحن يعني بنحب نعرف كيف حصل هذا التحول بحياتك، هذا التطور. فكان في شد يعني أثناء الحوار. طبعا من الحلقات الصعبة ولكن اللي بعتز فيها كثير أنا السيدة فاتن حمامة، يعني يمكن أنا من الصحفيين القلال أو من الإعلاميين القلائل اللي يعني قدروا انتزعوا موافقة السيدة فاتن حمامة على إجراء حوار عبر التلفزيون. طب أنت هل طلبت قبل كده يا أستاذ زهي أي حد تستضيفه في برنامجك ورفض؟ حصلت معك؟ لا، رفض مباشر لا، لسه. ولا رفض غير مباشر؟ غير مباشر حصل طبعا، بمعنى زي كيف؟ مين؟ يعني مثلا ست نجلاء فتحي صار لها 4-5 سنين بتوعدني انه لما ينزل الفيلم، لما كذا، لما يعني بحس انه بتتهرب ب بدبلوماسية ولا بقى؟ بدبلوماسية. مين كمان؟ في ضيوف بحجة السفر، يعني في ناس ما بيطلعوا بالطائرة مثل الأستاذ صلاح السعدني مثلا، يعني في أسباب. طب وتفتكر فعلا أنه أسبابهم مقنعة ولا هم مش عايزين يجوا البرنامج؟ لا، أنا بحترم اللي بيقول لي والله أنا ما بسافرش، بحترم هالموقف. أنا مرقت فترة بحياتي قبل استشهاد الرئيس الحريري كنت خاف من ركوب الطائرة كثيرا، وكنت أعتذر عن كثير من الدعوات لأني بخاف من ركوب الطائرة. وبعد استشهاده إيه اللي حصل؟ لا خلاص، يعني ما تغيرت، قلت لك تغيرت كثير، الموت ما عاد ولا ما له قيمه عندي خلص. طيب. يعني تعلمت اشياء وغيرت، وسبحان الله يعني اللي ما هو مكتوب ما في منه مهروب ابدا. انت قلت ان سمه هذا العصر هي الانحطاط، واحنا بنعيش عصر الانحطاط السياسي والثقافي والفكري. صحيح. ليه؟ لأن للأسف يعني كل شيء استهلاكي، كل شيء سريع، كل شيء لا يدوم أكثر من ساعات مش من أيام، سواء كان أغنية أو موقف سياسي أحيانا بتسمعيه بالليل
للمسؤول عم بيقول رأيي، وتاني يوم الصبح عم بيقول العكس تمام. يعني وأحداث كبرى بتجري حولنا مش إنك متشائم شوية؟ لا شو متشائم، دليني دليني. يعني حاسه انك شايف الدنيا بنظاره سودة يعني؟ لا منش ابدا ابدا ابدا، مش انا شايفها بنظاره واقعيه بعيوني، بعيون الحقيقه، بعيون انت الواقع. انت بتثبتي فعلا ده الواقع يعني، بتقولي فعلا. ولكن انا بقول لك، انا بكرر جمله سعد الله والنوس، اننا محكومون بالامل، ولا يمكن لما يحدث الان ان يكون نهايه التاريخ. كرر ما يقوله محمود درويش الشاعر الفلسطيني الكبير، ان علينا ان نربي الامل، انه نزرع الامل مهما كنا محبطين، مهما كنا يائسين. هناك انتصارات وعلامات مضيئه في 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 تاريخنا المعاصر. انا لا اقول انه الواقع العربي كله احباط وكله يأس. عايز اسالك، انت شايف انك نجحت كشاعر؟ يعني مادح نفسه يقرئك السلامة، مش هيك؟ يعني ما بيقدر الإنسان هو، أنا لا أبجل نفسي، لا أبجل نفسي ولا أبجل مهنتي حتى. أنا لأنه الشاعر أدونيس، شاعر أدونيس قال عليك أنك اتظلمت أو مظلوم شعريا، ليه؟ مظلوم شعريا بيقصد الأستاذ أدونيس، بيقصد أني ما أخذت حقي كشاعر على المستوى الإعلامي. يعني طغت صورة المحاور، المقدم، المذيع التلفزيوني على صورة الشاعر بهالمعنى. يعني لما قرأ شعري قال لي فعلا أنت أفضل أبناء جيلك، يعني قال لي إياها بجلسة كنت بمنزله، ولكن قال لي هالشيء مش للأسف مش ظاهر للعيان، ولكن الحمد لله أنا في كل الجامعات. وإنت شايف فعلا أنك أنت اتظلمت فعلا؟ لا، أنا بقول التلفزيون ساهم بتقديمي إلى 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 الناس في كل أنحاء الوطن العربي. بس أنت قدمت يعني لا، وكشاعر أنا أحيات أمسيات في معظم الجامعات العربية، وفي كل جامعة كان هناك آلاف يعني طلاب. يعني خدت حقك كشاعر؟ طيب لولا التلفزيون. أنا أحيات السنة الماضية أمسية في دار الأوبرا المصرية، وكانت القاعة ملأة أبدا، ليس هناك كرسي واحد فارغ. ما شاء الله. لولا التلفزيون هل كان أتى كل هؤلاء لسماع شعري؟ أنا لا أعتقد. يعني لا أريد أن يتصاعد البخار من رأسي، أنا أعتقد أن الجزء الأكبر من هؤلاء أتى لأنه يشاهدني في التلفزيون، لأنه يشاهد برنامج خليك بالبيت، فدفعه الفضول والحشرية لكي يعرف ماذا يكتب هذا الوجه الذي نراه على التلفزيون، أي شعر يكتب. هلأ أنا بتمنى حين يستمع إلى هذا الشعر أن يحب الشعر أيضا، وأن يذهب ليقتني الكتاب ولا يكتفي فقط بمشاهدة التلفزيون. فبالتالي أنا أقول أنه التلفزيون خدمني كشاعر، ولكن أيضا الشاعر خدم التلفزيون. نسمع شعر؟ طبعا أنا بكتب قصيدة نثر، يعني أنا بكتب شعر حر لا يلتزم لا بالأوزان ولا بالقافية ولا يعني بالتفعيلي. بقول لأني عرفتك لا أنا ميت ولا أنا حي، لأني عرفتك لا أنا ميت ولا أنا حي، ألامسك يموت ما هو حي ويحيا ما هو ميت، كأني أتعاقب فيك، كأن أسلافي يتكاثرون في لحظة عناقك، يشبهونك بالسيف وأشبهك بالضوء جارح العتمة، بالمشكاة المشعة في الأعالي حين يراودني طيفك، كيف لا أنهض ولا أبتهل، كيف لا أشق ثوبي ولا أتضرع، أدور حولك أنجدل فيك، أتكثف بخارا تشربه قامتك المأهولة بالملائكة، ومن فرط ما أحبك أكاد أصيرك، أكاد أضاهيك أنوثة. قصة الحب التي لا تنسى في حياة زاهي وهبي. قصة الحب التي لا تنسى في حياتي التي أعيشها. أي قصة حب؟ التي أعيشها. طب هتتجوزها إمتى؟ قريبا إن شاء الله.
قبل بث هذا البرنامج. أستاذ زاهي، مع ضيف من ضيوف برنامجك في حلقة من حلقاتك قلت لضيفك أعطيني فرصة للحوار وتطور الحديث، وقلت له أيضا أنا لا أنتظر لكي تسمح لي أو لا تسمح لي، أنا أدير الحوار. فرد عليك الضيف وقال لك: من أنت لكي يكون لك رأي؟ طبعا أنت عارف إحنا بنتكلم عن مين، عن الأستاذ محمد حسن الأمين الشيعي اللبناني. بقدر أقول لك أنه السيد محمد حسن الأمين أنا له كل احترامي، له كل تقديري، هو رجل دين من أبرز رجال الدين في لبنان، وشخص متنور ومنفتح. أتمنى أنه تلك الليلة كانت سحابة صيف ومرت. إيه اللي وصل الحوار لكده يعني؟ اللي وصلوا سوء فهم، التباس. التباس من مين بقى؟ من قبل سماحة السيد، اللي اعتبر انه اسئلتي فيها نوع من الاستدراج لسماحته الى موقف معين. ولكن ما كان انا بنيتي كل هذا الموضوع ابدا، فهمني غلط. طيب كافي؟ كافي. ليه قلت انك غير راضي عن حياتك الا بنسبة 30%؟ طب وال 70% فين؟ والله مش عارف. لو عارف كنت رضيت. طب ليه 30%؟ مش عارف ليه، ليه 30%؟ بزيادة 30%. شو كمان؟ 30% طبعا. نشوف شاشتنا. أستاذ زاهي وهبي، أنا كتير بحبه شخصيا، ما أنا ما بعرفه شايفه، يعني من شايفه شخصيا بس بشوفه على التلفزيون فيوتشر، بحسه بروجرامه كتير مزقفة فيها هيك شيء دخمة يعني، وبوافقه. الله يوافقه. في بعض الحلقات ممكن خليك في البيت علشان تتفرج على زاهي وهبي، لأنه مثقف، محاور لبق، وبعض ضيوف لما بيبقى طبعا يعني مهما كان المحاور محاورا لكن لازم الضيف يبقى ضيف علشان يقدر يدي الروح للحلقة، فخليك في البيت، تستاهل تقعد في البيت علشان تتفرج عليه. أما أخسي على زاهي، بقى عنده ثقة زيادة عن اللازم بأدواته كمذيع وكإعلامي، وده طغى على بساطته. أنا بحبه لما يبقى بسيط ويعيش سنه، بقى أكبر من سنه، عجز. يمكن عنده حق، يمكن إن شاء الله لا، بس يمكن يكون عنده حق، ما بعرف. عجزت صحيح؟ إن شاء الله لا. طيب، أحمد منصور، مفيد فوزي، زاهي وهبي، ترتيب مين الأول؟ بدون تردد مفيد فوزي. أستاذ مفيد فوزي، أي واحد محلي، أي واحد محلي بعتقد أن زملائي كان رح يختار بالثلاثة اللي حطيتهم، بالثلاث أسماء. يمكن لو أضفتي أسماء أخرى يمكن كنت أختار اسم آخر. يعني مين يعني؟ زاهي وهبي؟ لا، أنا لو حطيتي حمدي أنديل، لو حطيتي مثلا عماد أديب، لو حطيتي، ولكن أنت عم تختاري أحمد منصور وزاهي وهبي ومفيد فوزي. مفيد فوزي هو الأكبر سناً بيناتنا. لا أنا بقولش هو السن. الأكبر تجربة، هو الأكبر تجربة. رفيق. أيضا الكبار تسنالوا أن يحتك بناس وبشخصيات وبكبار وتعلم منهم وأضاف إليهم وأضافوا إليه. نختلف معه ببعض الآراء، نختلف معه ببعض المواقف، مش رح أوقع بمطاب أني أنا يعني أعمل مفاضلة بيني وبين أستاذ كبير مثل مفيد فوزي. عندك مسدس؟ لا. طب انا هدي لك مسدس وهتطلق منه ثلاث رصاصات بدون حساب. اول رصاصه للقتل، توجهها لمين؟ ثاني رصاصه للاصابه. فقط اصابه؟ مش رح اقول اسماء، بس في بعض المغنيين بحب سيبهم بلسانهم او بحنجرتهم. طيب الثالثه للإنذار أو التهويش. للإنذار؟ في الهواء، طلقة في الهواء وفوق رأسك. <تصفيق